الو، صباح الخير. والنبي يا حبيبتي تناديلي مثلين من التورق. قولي لها صفية. وانا بقى ليل، كنت بنت بسيطة جدا، وحياتي كمان كانت بسيطة جدا. ابتسامتي عمرها ما فرقتني، ممرضة في العصر العيني، عارفة اني جميلة وان الرجالة كلها معجبة بيا، لكن انا كنت بدور على حاجة تانية، كنت بدور على الحب. الو، عايزة صفية كده برضو يا ليل؟ 4 ايام ما تسأليش عليا، تعالي بس وانا هعمل لك طاجن ورق عنب بالكوارع تاكلي صوابعك ورق. يا لهوي يا صفية، الاكل تقيل قوي ده. ماشي، طب اقولك ايه، انا نفسي في حاجة كده، ممكن تعملها لي؟ ممبار وطحان، ما هي خربانة خربانة. تعالى يا ليل. ورق الافراج بتاعك وصل، مبروك. والنبي صحيح، والنبي صحيح، مبروك. الحمد لله، الحمد لله. مبروك يا ليلى، مبروك يا حبايبي. مبروك يا ليلى، الف حمد والف شكر. مبروك يا ليلى، الف مبروك. مش قلت لك الفرح جاي؟ هو مين اللي خد افراج؟ دي البنت ليل بتاعت عنبر المخدرات، والله العظيم فرحت لها قوي. والله العظيم ثلاثة دي غلبانة وتستاهل كل خير. مش معقولة ولا كل ما تجيلي تربطيني الرابطة السودا دي يا ولاد. أعمل إيه؟ مش ضمناك. لما نبقى نتجوز ابقى اعمل اللي أنت عايزه. قولي بقى، إيه حكايتك مع الست أسماء؟ أسماء مين وبتعمل إيه؟ البت من ساعة ما أنت جبتها البنسون وهي عينها عليا. الموضوع الأول كان على المداري، بعد كده بقى كله على المكشوف. أقولها يا بت عيب. يا بت أنا بحب أقولها يا بت. يا بت ولاد صاحبتك. هي اللي معاداكي معاها في نفس الأوضة كمان جوه البنسون. ولا كأني أقول لها حاجة. وبعدين يعني أنا في الأول والآخر أنا راجل يعني، وبضعف خصوصا لو مزة يعني. أوعي يكون كلامي ده بيسخنك عليها ولا حاجة، لا سمح الله. هي خلاص أسبوعين وهتتجوز وتغور بقى وتسيبني. وأنت متضايق كده ليه؟ ماسكة عليك حاجة؟ لا بقى، لو على المسكن أنا اللي ماسك. بس أنا بقول يعني بلاش نسيح البت، ما كده كده هتغور في داهية. بت بت بيت ولا بيت بيت يخرب بيتك، انا مربوط. مرسي قوي يا ولا، بجد اللي انت عملتيه معايا ما عملهوش اخوات مع بعض. مش للدرجات دي يعني، سي نورمال على فكرة. سي نورمال؟ لا طبعا مش عادي خالص يا بنت، انت طلعتي جدعة قوي قوي قوي. وعلى فكرة انا حكيت لعمر على كل حاجة انت عملتيها معايا. ما كانش لازم يعرف كل حاجة عنك، خليكي كبيرة في نظره. لا 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 لا، انا احب صراحة كده من اولها احكي له على كل حاجة وهو بقى يختار يا عجبه يا مش عجبه.
كتير. استنى بس. انا جبت لك الهديه الصغيره دي. انا مش هاخد حاجه شاريها لك خطيبك. خطيبي ايه يا عبيطه؟ انا جايبها لك بفلوسي، جايبها لاجدى اختي ليا في الدنيا. بس بقى يا رب تعجبك. سمسم، ايه رايك في علاء؟ رأي في علاء في ايه يعني؟ عايزه رايك فيه من غير ما تتكسفي ولا تداري. عايزه راي اختي في الراجل اللي انا بحبه. خالد كان لسه دكتور امتياز، عجبني. مش عايز اعرف رايك فيا كممرضه. رايك فيا كست. عندها ست في الدنيا؟ بجد والله اللي انت عملتيه معايا ده ما يتنسيش ابدا، ده بينفع رقبتي طول العمر. انا من غيرك كده ما كنتش اتعلمت حاجه. ممكن اسالك سؤال؟ اسالي. عندك استعداد ترتبط بيا؟ اتجوزنا وعشنا احلى سنين مع بعض وخلفنا مريم وخلصت الايام الحلوه. طلعت من السجن بعد طول صبر، وكانت مريم وحشاني موت، هي وخالد. خالد، مريم، افتحي يا مريم. خالد، مدام ليل، ما تعبيش نفسك. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجة. وفاء، مدام ليل رجعت. اتفضلي. هم خرجوا؟ هشرح لك كل حاجة، ادخلي. خشي بيتك. اتفضلي. دكتور خالد لما مش مسابش اي اثر وراه، باع كل حاجه، كان كل همه ياخد مريم ويروح حته محدش يعرفهم فيها. انت متعرفيش حصل لهم ايه بسبب القضيه بتاعتك.
ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي يا حبيبتي كده برضو يا ليل تقول عليكي صفية السبية والتجي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومة منك، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجرة محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول، قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاكي. عايز ارتاح. بس واضح ان صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. كرهه. ايوه بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على انها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من عرف بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجه حلوه بينا خلصت من زمان، ما بقاش فاضل مني غير خدامه. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمه، هكتب لك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجه ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حريه المراه، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هسف التراب مش هرجع لك تاني. هتسفي التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت الوقت يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجه. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخه دي. انا كمان بقيت مستغربه قوي في الفتره الاخيره. تخيلي يا صفيه السنه بحالها ما يحاولش يجي يزورني، وفي الاخر اخرج الاقيه خد البت اللي حيلتي وطفش. تفتكري راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرى لي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان، رحتي كتبتي له اللي وراكي واللي قدامك. شقى عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه، بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك كنت عايزة أحقق له حلمه.
عامل له مستشفى صغير عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده انا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما اعرفش ليه حاساه كده عيل سيس. انا مش عارفه يا اختي انت حبيتي فيه ايه، وما استغربش ابدا لو خد البت وخلع بيها. انا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، انا اللي يهمني بس بنتي مريم. انا صبرت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ ان شاء الله حتى افتح المندل، المهم الاقي بنتي. عايزه بنتي يا صفية، عايزه بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. تفضلي تفضلي، شكرا كتر خيركم. اوصل يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش، المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص كيف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعة ألغى الدانس. أو النبي بليز، ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي يا حبيبتي اهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي تعالي بسرعة. شغلي الشريط اللي بتاعي اللي جوه ده. شكلكوا حكومة خير، أأمرني. شفتك فين قبل كده؟ معاكي طابت؟ بطاقة إيه اللي أنت بتسأل عنها؟ هو أنت جايبني من على المواسير مثلا؟ اتكلمي عادي يا بنت الأحباسك. خفت أنا. أنت قلت الأدب وليلتك صودة معايا النهاردة. في إيه؟ في إيه يا أمين محمود؟ بتتخانقوا مع الفنانة ليه؟ في حد برضه يتخانق مع بتوع السيما؟ مين صاحبة الزفت البنسيون ده؟ أنا يا باشا صاحبة الزفت البنسيون.
جهزي لي دفتر النزلاء وبطايقهم، واخد 6 اشهر انا هرجعهم بنفسي، وبلغي الهوانم والمدمزلات اللي عندك ان انا افتش وقت ما احب. على دماغنا يا باشا، بس ده مكان محترم مش غرزه، يعني الدخله فيه تبقى بالهداوه. يلا رجاله بالسلام. لكن قرف شكلك الصبح. الغربال الجديد، اصحاب المحلات كلهم بيشتكوا منه، اما نشوف اخرتها. المهم روحي جهزي روحك انت عشان تروحي مع ليل، عايزه يا ست تروح نقابه الاطباء تجيب عنوان دكتور صاحب جوزها، اما نشوف هنعمل معاه ايه. وانا هقعد مع امان واستنى المخفي لحد اما يجي قال ايه يراجع الدفاتر. لازم انزل اصرف حواله بعتها لاحمد، معلش. المهم خدي بالك من روحك ومن اللي ببطنك. ده هي عكنن مزاجك زي ما عكننت مزاجي. هي البنت اللي جوه دي اتأخرت كده ليه؟ جايز عنده كشف. الحمد لله اني افتكرته. هو اقرب واحد لخالد، اكيد يعرف كل حاجة عنه. حضرتك ما تجيش هنا تاني. طبعا لو قلت لك اديني نمرته مش هترضي. اسفه ما عنديش تعليمات ادي رقم الدكتور لحد. انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه اعرف طريق بنتي مريم. اديني نمرتي، خليه يكلمني من فضلك، وقولي له كمان يتعدل كده وبلاش شغل الخيالات ده. كنت بتبرع من المستشفى عندي بأدوية لدار مسنين جنبية اللي عندهم شيخوخة. يوميها كنت رايحة للأغذاخانة اللي جوه المستشفى عشان أخد الحاجة وأروح بيها، لقيت الدكتورة فاطمة خارجة بتجري متاخدة. ساعتها معرفتش ليه. معلش انا اسفه، بابا تعبان الفندق ده جوه عندك على الشنطة بعدين. مين سيادتك؟ مصطفى درويش مع أمه بحث الاسم. هو في حاجة؟ افتح الشنطة بعد إذنك. أيوه في حاجة يعني؟ الشنطة يا مدام. اتفضل. إيه الكرتونة دي؟ أدوية. يعني بتاعتك. أيوه بتاعتي. جدول قلب، مش دي اللي بتروح للمستشفى ب 2 جنيه وبعد كده لصاحب المزاج ب 200 جنيه؟ تجاره ولا تجاره البودره؟ بودره ايه؟ الكرتونه دي المفروض يبقى فيها ادويه ضغط وسكر، بوديهم لدار مسنين جنبينا هنا. لو مش مصدقني اسال الدكتوره فاطمه.
فاطمة والمفروض في الاسم بقى الكلام ده. هات يا ابني اهو الحرز على الاسم. يلا اتجار في مواد مخدرة وأدوية مدعومة. خالد جاب لي محاميين كبار بس كنت خلاص لبست التهمة. أنا كنت مديرة المستشفى. أدوية الجدول دي كانت في عقدتي. لبست 10 سنين سجن وخرجت بدري لحسن السر والسلوك. بتمنى من ربنا الاقي بنتي واشوفها. ان شاء الله تلاقيها، ان شاء الله تلاقيها وتفرحي بيها. تعالي نعدي. الو ثانيه واحده. بقول لك ايه، وحيد اقول لسه ان انا جايه له حالا. ودي الموبايل ده لمنى شلبي عشان عمال يرن من الصبح. الو ايوه استاذ فوزي. اهلا اهلا وحشني والله. فينك يا استاذ؟ تصوير؟ طبعا انا جاهزه، انا جاهزه. حضرتك عارفني يعني بيسموني عبير دليفري كده. ماشي يا استاذ ان شاء الله. ماشي يا استاذ، مع السلامه. وشك حلو عليا، وشك حلو عليا. جالي شغل، جالي شغل. وبعدين ايه بقى، محتاجين نشتري بقى هدوم كتير قوي قوي عشان ما عنديش حاجه خالص اشتريها. بابا تعالي معايا. والله فكرتيني، انا كمان محتاجه اشتري هدوم كتير. طيب تعالي نروح المحل ده. انا جايب لك زبون ما بيجيش مره واحده بس في العمر. زبون بيحب يكون اول واحد في حياه اي بنت. هجيب لك منه 5000 دولار ويمكن اكتر. مش اول مره برضه ولا؟ ثانية واحدة بس، عايز اوريكي صورة حلوة كده. الله، نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم. حرام عليك، انا يوميها زقتك وهتجريلي. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصورة ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجة. حرام عليك، هو ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجة. اسمعي الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضيه بقى، حتى عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحه. هبعت الصوره لخطيبك وما تسالنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شويه. تعالي قذر وقليل ادب. سافر بيت. خدي طبعا مجنونه، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا مفيش حاجه. يعني ايه مفيش حاجه؟ ده انتي بتتنطي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، الحمل تعبني. هو الواد الرمه اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زبالة. الدنيا كلها بقت زبالة.
نزلتيش ليه يا كوكي؟ مفيش شغل النهارده ولا ايه؟ هو الشغل بيخلص ولا الهم بيخلص؟ انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. واحنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ملهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرجي كوكي ملحتي ايه في ايه؟ اسمعي 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 مالك يا كوكي؟ بصي يا رحمن الرحيم حبيبتي انا يستر يا رب. مش كنت طلبتي مني الليمون من اسبوع؟ خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيتا بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ انا اسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، انا ما اعرفش خالد فين. انت ما فهمتش. شبشبة وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قلة ادب وما فيش اكتر منها. هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تجيلك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم، لو راست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد اذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى اكلمك. انا استنيت كتير، خلاص وصلت لاخري. حسن تليفونك. ما تتأخرش. لمي لي الناس دي، انا مش عايز دوشه وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. تمام. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجلي طالما مفيش تصوير. يا حبيبه قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام، شطات مع البطل، وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي، يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. السيما حلوه واللي فيها احلى.
هي دي الرجوله صح. تصدق بيه انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلميني انا يا بت؟ ليه هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا. يا ريت ده حتى الموتوسيكل بيسخن اكتر منك بلانيله. شفت البيت صليت العالم بتكلمني ازاي؟ انا لو عايز اخرجها اخرجه من النهارده قبل بكره. بس القانون بقى قانون لا يعرف السكان ولا اخلاق السكان. على فكره بنات الرقاصه دول كلهم نسوان شمال، طول ما هم في السنة ربنا مش هيبارك لنا ابدا. احلى كلام قلته حاج عبد العزيز، هو ده الكلام. نعمل ايه يا علوه؟ الرقاصه لازم ترحل يا معلم. مالك اتخضتي كده ليه؟ لا ما اتخضتش ولا حلو. اتخض ليه؟ عادي. مش هتطلعي ولا ايه؟ لا مش هطلع، انا طالعه السجن. في ايه يا باشا؟ في ايه؟ مالك قفشه كده ليه؟ مش قفشه ولا حاجه، بالصراحه يعني راجعه مش شايفه قدامي وانت شكلك رايق صراحه. راجعه مش شايفه قدامك منين كده؟ لا يا باشا لغايه هنا وستوب بقى. الحكومه ملهاش تسال رايحين فين وجايين منين؟ ولا انتوا فاضيين يعني فوتوا تتسلوا؟ الحكومه ما تسالش لم روحك ولا غدك في عيشك ولا عشان اتبسطت معاكي حد اتجرأي عليا. ايدك ساقعه يا كوكي، حرام عليكي. اغص عليكي يا بنت يا اخي بيت البديل والله العظيم. ده غير يلا يلا البرنس ده هعمل مساج عليه ازاي؟ لا لا انت مجنونه. هو كده حلو قوي؟ ما تعرجيش بقى. انا مش فاهمه انت هتتجوزي ازاي منكوسه وانت كده. انا عمري ما حد لبس جسمي. ما بلاش السهواكة. ايه مفيش راجل لمسك؟ انت مجنونة؟ لا طبعا، ده هي مرة وحيدة عمرو جه يحاول يبوس ايدي كنت هقع فيها. قعد يضحك عليا. اصلها عروسة بشمع المصنع مش زي العرايس اليوزد. رايحة فين؟ جاية جاية. والمساج؟ انا بقى اللي حامل لك مساج. لا لا ما تهرجيش. لا 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 لا. اصلها عروسه بشمع المصنع مش زي العرايس اليوز مش زي العرايس اليوز. ايه ما فيش عفه؟ بتشوحي يا بنت؟ بتشوحي مين؟ انا مش بنت. رفعي رد السجون. طب وحي ضمك لو وريك رد السجون دي هتعمل فيك ايه؟ كان في بحر وننزل بهدومنا. يا اختي نفسي اخلص من الهموم اللي جوايا واغسلها. نفسي اغرق يا صفيه، اغرق. وانتي يا بيرو هتروحي للمخرج بتاعك يغرقك انتي التانيه؟ هروح مشوار وبعدها هاخد دور يقدمني. مشوار ويعدي، لكن الدور ورا دور تاني ودور تالت ودور رابع. هي عمارة وبتطلع، صدقيني بعدها لا في دور تاني ولا دور تالت. ايوه يا بيتي يا بيرو تكوني بتضحكي عليا وما انتش غاوية تمثيل، تكوني غاوية مشاوير. مشاوير ايه بس يا صفاء اللي انا غاويها؟ انا ما شفتش بالرجالة حاجة عدلة، ما بيشوفوش مني غير جسم ست وبس. اولع في نفسي يعني عشان يرتاحوا؟ بعد الشر عليكي حبيبتي ان شاء الله امك. ما الست مننا لو ما حستش مع الراجل بالامان يبقى مالوش لازمه في حياتها. انا بقى غيركم كلكم، انا اخترت راجلي بايدي، علمته كل حاجه على ايدي، عشان كده ما كناش بنبعد عن بعض لحظه واحده. تحب الراجل يحبك بس وانت بتحبيه ما تنسيش ان هو عيل، كتر الدلع بيبوظه. بس احنا بقى اتخلقنا علشان ندلع الرجاله والرجاله تدلعنا. يا واد يا واد. وفي اللي ما دلعتوش امه بس ردعته المرجله كلتها. راجل يفدي الست بدمه بس يطلب دمها لو عصته. يعني ايه راجل؟
أنا عمري في حياتي ما قابلت راجل. تالي زمن الرجالة ده انتهى خلاص. أنا بقى قابلته، كان أحسن راجل، حبني زي ما أنا، رقاصة، راجل حلو وجدع وحنين، وفي لحظة راح وما لقيتش راجل يملى مكانه ولا يرضى بيا زي ما أنا. واضح إنه كان راجل عظيم، بس الرجالة دي خلصت خلاص. وضعت الرجالة بقى وسيرتها بقى، البنت فرحها بعد يومين وانتوا قاعدين تتكلموا على الرجالة. فرح ايه بقى؟ انتوا خليتوا فيها فرح؟ ده انتوا كرهتوني في الجواز. هو انتي فرحت بعد يومين؟ امال ايه اللي بعد 10 ايام؟ ده كاتب الكتاب في الازهر، بعد منها هيسافروا يقضوا شهر العسل، انما الليلة الكبيرة بقى في الشبكة بعد يومين. ما تزغرطولي بقى كده وفرحولي. ايوه يا ستي، استنى. نزليني يا خالد. تعالي حبيبتي، تعالي الهوني. شكرا يا ريس. تعالي يا حبيبتي. عروسه عروسه يعني. تعبانه طول الطريق. طب معلش، يلا الحقيني الحقيني. في ايه مالك؟ حصل ايه؟ طب ما نجري بيها على المستشفى يا بنات. اسود مش هنلحق، الميه نازله، حنا ولادها فوق. يلا يا امين، يلا شويه امسكي نفسك. يلا حبيبتي يلا. مبروك يا امين. مبروك. حلو ازاي؟ صح
سامالله والنبي دي اشيلها شوي. الامارات زادوا واحده يا ناس يا قراسي. حد ياخد التليفون ويبشر ابو العروس قولوا له جات لك امرايا يا قراسي يا ناس. في حاجه حصلت لازم اقولها لك. مذكور اخوي عارف طريقي. كوكي يا نهار اسود. كوكي 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 فوقي. يا الدورة جاتلك ولا ايه؟ ايه كل الدم ده؟ قومي قومي تسجلي عليا. قومي قومي. تعالي بالراحة بالراحة بالراحة. ما قلنا تروح الدكتور. حول الله قوة الا بالله. تعرفي امشي انت تعبانه والنبي خليهم في الفرح. طب انت ليه ما رحتيش الدكتور يا حبيبتي؟ رحت. قالك ايه؟ طلب مني اشعه وتحاليل اعملهم واوديهم له. ما تجيبيش سيره يا ليلى. خليهم فرحانين زي ما هم. الو خالد. هاي خالد. اخيرا اخيرا الحمد لله. وانت كمان وحشتي قوي. ومريم وحشاني جدا يا خالد. انت فين؟ انا عند صفية. فاكر العنوان؟ رجعت لي من المدرسة وهي بتعيط. قالت لي انت بتكذب عليا يا بابي. مامي مش مسافرة، مامي في السجن. مامي وحشة. كان ممكن اروح المدرسة واطبقها على دماغهم، بس خلاص مبقاش لي لازمة. عزلتها على الناس كلها عشان ما اسمعش عنك اي حاجة وحشة. رحت المستشفى والعيادة والبيت كله في يوم واحد، حتى العربيات. خدتها ورحنا نعيش في وسط ناس ما يعرفوش عننا اي حاجة. مريم بتحلم بيكي كل يوم الليل. بجد يا خالد؟ انا عايز اشوفها. بس كده. الهانم في شرم الشيخ بقى لها يومين مع صاحبتها. وديني عندها يا خالد. وديكي ليها فين؟ بالراحة بس. احنا قالوا ان انت راجعه من السفر، وانا كمان يومين اول ما ترجع خدها ونطلع على المطار نستقبلك. تكون انت محضره شنطه فيها شويه هدايا كده، ويبقى كل حاجه مشيت زي ما انا مرتب لها بالظبط. ممكن تكلمها في التليفون؟ ما تقلقش انا هسمع صوتها بس ومش هتكلم خالص. قلب بابي قولي لي اخبار البحر ايه؟ شرم الشيخ حلوه قوي يا بابا. كلمني في بابا. اسمع للأسف الإشاعات والتحاليل بتقول إن عندك ورم كبير على الرحم ويفضل استئصاله، وده هيبقى في مصلحتك. ما تقلقيش ده هيتم بسرعة، ويفضل إن احنا نشيل الرحم كله. ده قضاء ربنا وإن شاء الله هتخلف.
حظك وحش سواء مع الأستاذ اللي اتجوزتيه أو مع الأساتذة اللي قابلتيهم بعد كده. يا بيرو، ممكن أي حد يوعدك بفرصة، لكن مفيش حد يقدر يوعدك لا بالنجاح ولا بالرزق. الاتنين دول مش في ايد اي حد، لا المخرج ولا المنتج، دي حاجه بتاعت ربنا. انت ممكن تعملي كل حاجه حلوه ووحشه وما تبقيش نجمه، وممكن في لحظه تتفتح قدامك ابواب الجمهور وتبقي نجمه النجوم، والفلوس تنزل على دماغك زي المطر من غير حساب، وفي الاخر مش هيفضل لي غير احترامك لنفسك. بس اوعدك ان اديلك فرصه في الفيلم اللي جاي، فرصه في التمثيل مش في حاجه تانية، وعلى قد قدراتك في التمثيل مش في حاجه تانية. ده تليفوني اللي بيكلميني في شهر 5، وامشي بقى علشان صدعتيني وفركشت وعايز اروح. شكرا يا استاذ.
معها، كذلك عدم إمكان معاشرة المتهمة أماني علي المرسي بسبب ظروفها الصحية، إضافة لتأكد دخول مجموعة المقبوض عليهم من الرجال للعمارة معا، بينما تم إنكار علاقة أي منهم بالآخر، وهو ما يوحي بخلل في الاستدلال. حكمت المحكمة حضوريا في القضية 114 أداب ببراءة كل من صفية حسين عمران وليل جمال عبد العزيز وأماني علي المرسي وعبير السيد أحمد وولاء سعد مختار وكريم عبد الرحيم صالح وأسماء رمضان عبد. رفعت الجلسة. خرجنا من الحبس الحبس أكبر. حبس أكبر ليه؟ إحنا كلنا طلعنا براءة، يعني اللي هيجيب سيرتنا هنسيبه يتكلم يا صفية، هنسيبه يتكلم وهنعمل نفسنا كمان مش سامعينه. احنا خرجنا بتقرير الطب الشرعي براءة، مين بقى اللي هيقراه؟ نزلنا من العمارة هنا ملفوفين بملايات معانا سبع رجالة، هتكذبي كل ده؟ عمري بعت لي وقال لي الحمد لله ان احنا ما كتبناش كتاب. انا فضلت احافظ على نفسي كل الفتره دي وبتخلي بستقضي النار. احنا كلنا توحلنا في الطين. كفاره ايه؟ مش عايز ندخل ولا ايه؟ مالا لو ما كانش الواد موسى قال في التحقيق انه تالت مره يجيلك، وان المره دي يوم ما دخل عليكي كنت ملفوفه بالبشكير وبترقصي قدام المرايه. انت عارف الكلام ده كله كذب، والطب الشرعي بقى مش شرعي. احنا اللي بينا كان ودي ما كانش شرعي. اللي بينا ما كانش ودي يا علاء، انا مراتك قدام ربنا. توكلي على الله، شوفي لك باب غيري وخبطي عليه. اقول لك على حاجه، روحي الواد موسى، موسى حلو، جالك مرة وجالك اتنين وجالك تلاتة، خلاص بقيتوا معرفة. يا بوي لا حول ولا قوة إلا بالله، ربك يسويها. يسويها كيف؟ دي اتنشرت في الجرانين يا مذكور يا ولدي، إن بعض الظن اسم، ولا أنت هتتلكك لها لقد ما اتجوزت ولد أبو دراع. نتلكك وإيه يا بوي؟ ده عرضنا، عرضنا. هسوي إيه يعني بمال؟ داني غرقاني في الروبة الراسي، وما تخافش هتجيني حية ومحدش هيمد يده عليها، لا ولد عم ولا خال، كل نفر أولى بلحمه. هتسوي ايه يا ولد الفجرية؟ حق الله، وربنا يقوينا على الحق. وهو عرف منين ان الزفت اللي كان عندك اسمه موسى؟ ده احنا نفسنا ما نعرفش اسميهم من بعض. وهو عرف منين اصلا الكلام اللي قاله الزفت موسى ده في التحقيق؟ علاء يعرف اللي حتى البوليس ما يعرفوش، ده كأنه كان موجود معاهم وعارف اللي عملته في الحيوان اللي كان في الأوضة، وعارف كنت لابسة إيه قبل ما يتقبض عليا. طبعاً قال الكلام ده وهو مش واخد باله إنه محدش يعرف الكلام ده غيري أنا والحيوان ده. يبقى إحنا كده عرفنا حقنا عند مين، بس المرة دي بالدم يا علاء، والله العظيم بالدم. قومي افتحي الباب يا بيرو. مين حضرتك؟ أنا الدكتور خالد، طليق مدام ليل. ازيك يا خالد؟
احنا عملنا لك ايه يا ليلى عشان تعملي فينا كل ده؟ ما كفاكيش تعطيها في قلب البنت اللي ما بتحبش حد في الدنيا قدك؟ انا عملت لك ايه؟ انا سبت الدنيا كلها عشان خاطرك يا شيخ، ما حبيتش قبلك ولا هعرف احب بعدك. دعاره دعاره يا ليلى، دي المخدرات كترحم يا شيخ. اروح فين دلوقتي؟ اروح فين؟ البنت وسابت كل اللي تعرفه عشان مش طايقه تستحمل كلمه تقطع في لحمها عنك، ودي كانت مخدرات. دلوقتي بقى هيقولوا لها ايه؟ يا شريفه انا ما عملتش حاجه، طول عمرك تعرفني. حرام عليك، اوعى تظلمني انت كمان. طب وحياة بنت المريم، كفايه وحياة بنت المريم، ما عملتش حاجه. ابعد عننا يا ليل، ابعدي على قد ما تقدري. كم لك والله العظيم مريم، وحياة مريم بنت مريم ما عملتش حاجة. كم الله يسامحك يا شيخة. وحياة مريم ما عملت حاجة، وحياة مريم ما عملت حاجة يا خالد. مش قادرة أقوم، تعالي في حضني يا حبيبتي. كل أصحابي يقولوا عليكي إنك ست مش كويسة وبتعملي حاجات وحشة، ليه كده يا ماما ليه؟ مصدقهمش، كذابين والله العظيم كلهم كذابين. ماما أحسن واحدة في الدنيا، أنتي أغلى حاجة عند ماما. مريم تعالي يا حبيبتي، تعالي في حضني. لا يا ماما مش هجيلك، أنتي وحشة، ست مش كويسة، ليه يا ماما بتعملي كده معايا؟ مش هجيلك، مش هجيلك. مريم 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 تعالي هنا، كلهم كذابين. ما تصدقونيش. مريم مريم لازم انزل من الكلب اللي تحت ده. تنزلي فين؟ ده انتي تعبانه، تنزلي تروحي فين؟ لازم انزله، لازم انزله يا صفية. يا سمسم بيرو، ايه ايه صلوا على النبي يا اخوانا، في ايه؟ اسمع يا زمان، انت احنا خلاص عرفنا ان انت اللي عملتها. حاجه واحده بس اللي عايز اعرفها، انت عملت كده ليه؟ انت كده كده ما عندكش اختيارات، ورقبتك اقل تمن على اللي عملته فينا، فاتكلم قبل ما تبطل تتكلم خالص. انت هتقطع لساني ولا ايه؟ اسمع انا، انت ايه يا اخي؟ شيطان، انت ما عندكش دم. وسختني ووسخت سمعتنا، اترحم على روحك يا رب. انت حتى الرحمه ما تقصي. وانا هتكلم بس بشرط، هنسى اسماء وولاء يسيبونا لوحدنا، وانا اقول لك على كل حاجه. دخلنا شغل التعابين. وماله؟ احنا واخدين على شغل التعابين وشاربين سمه من زمان. اطلعوا على فوق يا بنات، اطلعوا على فوق. ماشي يلا يلا يا ولاء، يلا يلا. ها هما بيعملوا كده عشان خاطر اللي كان بيني وبينهم. انا جايز اكون غلطت معاهم، ما انكرش، بس يعني ما كانش في حد مضروب على ايده. وبعدين يعني ما انتوا ستات اهو، ما قربتلكوش، مع انكوا يعني من غير مؤاخذه شد منهم بكتير.
بكره هتعرفوا بالظبط مين اللي عملها، وتعرفوا مين اللي باعكم على حق. اقسم بالله يا علاء، لو ما عرفت بكره مين اللي عمل كده الحكومه خبص عليك. كنت هغزه بالسكينه في رقبته. كل اللي قاله تعالوا لي بكره وانا اقول لكم مين اللي ورا القبض عليكم. وصدقتوا؟ بكره مش بعيد، بس بعد اللي شافه منا النهارده اكيد هيخاف. المره الجايه هقتله بجد. ايوه بس انا السكينه بتاعتي وقعت عنده في المحل، تفتكري ممكن يستغلها ضدنا؟ طبعا ده وسخ. تعالي نجيبها. يا جماعه اهدوا شويه، ما ينفعش تحسسوه انكم خايفين من اي حاجه لانه هيساومكم بيها. ده كلب، وبدل ما كان هو اللي مش عارف يعمل ايه عشان يسكتكم هنبقى احنا اللي مش عارفين نعمل ايه عشان نسكته. طب وما قالكمش هو كان عايزكم لوحديكم ليه وما كانش عايز نبقى موجودين معاكم؟ سامحيني يا بنت بوري، سامحيني. وقعدت مع الضابط وعملت محضر اختفاء واتهمت اهلها. يعني ايه؟ خلاص البنت كده راحت مننا؟ بعد الشر يا ليل. ربنا يرجعك لبنتك بالسلامه يا امان، وما يحرمهاش منك يا رب. في المنور يا باشا. في اخر وسط الزبالة اكتر من طعنة بقالها حد. ده قتل غيظ ده. ظهر كده باشا. ده الهارد بتاع كاميرات المحل يا فندم. حرزه ووديه مكتب المباحث يتفرغ وبعدين نشوفه. الكوري ده بعد ما البحث الجنائي يرفع البصمات اللي عليه، خده وحرزه وقعده عند مكتب المباحث. حلوة أوي الشنطة دي. باشا يلا بينا. احكي لي بقى موتوا ليه؟ احنا كنا نتمنى نقتله بس ما قتلناهوش. يعني رحتوا له بسكين او صاعق
عشان تلعبوا معاه؟ لا، عشان نعرف مين اللي زقوا علينا. وقال؟ مقالش. فقتلته؟ ما حصلش، والله العظيم ما عملت له حاجة. يبقى ليل؟ ولا انا ولا ليل، احنا طلعنا وسبناه صحي زي القرد. هو انا ليه حاسك من اول التحقيقات انك شمتانا؟ كل واحد ياخد اللي يستحقه، ربنا ما بيسيبش. كلهم قالوا العودة بتاع شبكتك ده اكيد وقع مني لما كنت في المحل اللي لما رحنا له. يعني السكينه اللي عليها بصمات ايدك دي جت ازاي وانت ما مسكتهاش؟ ما اعرفش. طب ليه كنت مخبيه في اوضتك؟ والله العظيم انا ما خبيت حاجه، السكينه وقعت من عبير في المحل عند علاء، بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل. وبعد ما رجعتي من عند علاء نمت، كنت تعبانه قوي، حطيت راسي على المخدة ونمت. قررنا نحن واحمد عادل رئيس نيابه قصر النيل احاله كل من ليل جمال عبد العزيز وعبير السيد احمد الى محكمه الجنايات متهمين بالاشتراك الجنائي في قتل المدعو علاء حسن القرش. وحيث ثبت بالدليل القاطع اشتراك المتهمتين الاولى والثانيه في قصد قتل المجني عليه واشتراكهما في الهجوم عليه وتعذيبه بصاعق كهربائي ثم قتله طعناً بالسلاح الأبيض حتى الموت، فقد قررنا الآتي: إحالة أوراق المتهمتين عبير السيد أحمد وليل جمال عبد العزيز إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. اتفضل معليك، اول حمام مغربي حريمي في وسط البلد وصاحبته واحده ست. حمام مغربي وحريمي وفي وسط البلد؟ مش اي حمام يا باشا، ده في شويه نسوان تحل من على حبل المشنقه. ماشي، هبقى اشوف الموضوع ده بنفسي. قلت لي بقى تعرف الحمام ده اسمه ايه؟ كريم عبد الرحيم صالح يا باشا. كريم عبد الرحيم صالح. كريم عبد الرحيم صالح، حلو قوي كباب الكفته دول، جبتهم منين؟ يا سلام، كريم عبد الرحيم صالح. شغل كده. ده كلام جميل جدا. عايز تعمل فينا ايه اكتر من كده يا حضرة الضابط؟ مش كفاية اللي خدتهم؟ ما بقاش فاضل حد، البنسيون خرب خلاص. ايوه كده، في ايه يا حضرة الظابط؟ واخد معاك دي ورايح على فين؟
مين؟ يا استاذ حضرتك عايز مين؟ كريم عبد الرحيم صالح. يلا بينا بقى عشان نلحق نوقف تنفيس حكم الاعدام، نلحق اصحابك الغلابه اللي كانوا هيموتوا بسببك ظلمه. وطبعا انت يا حلوه هتقولي لي على كل حاجه. انت عايز مني ايه؟ انا ما قتلتش، ما قتلتوش. يلا قولي لي بقى يا كريمة كل اللي حصل وبالتفصيل. كلمني صاحب السبا وقال لي انه في شخص مهم قوي هو عاوزني قبله وانه هيديني مبلغ كبير. رحت قابلته وكانت المفاجأة ان الشخص ده طلع علاء. اكتشفت انه هو يعرف عني كل حاجة، يعرف انا بروح فين وباجي منين وباخد كام. طلب مني طلب غريب قوي. تاخدي 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ بس تسلمي نسوان البنسيون كلهم. يعني ايه؟ عايز تعمل لهم قضيه؟ يا ستي قضيه وهتعدي قضيه في شنك، هيتلفوا بملايات ويتزفوا وهم نازلين وانت هتاخدي 100,000 جنيه. مبلغ 100,000 جنيه ده مبلغ كبير قوي بالنسبه لي. حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع المبلغ اللي قبل، ولا ممكن اعمل ايه واخد وقت قد ايه عشان اجمع مبلغ زي ده. طب وانت عايز تعمل فيهم كده ليه؟